انا راهو نعرف كل نهار نزيدو في سيدي رمضان شهوينا تكثر، بالاخص بالاخص الساعتين الاخرانين قبل شقن الفطر. على هذاك اليوم زيد عندي شهوتين اخرين، شهوه مالحه كالعاده وشهوه حلوه. اما شهوتي اليوم نحب نشم ريحه المقرونه والصوص نتاع المقرونه في وحف الكوجينه نتاعي، نحب هكا نتفنن فيها ونعمل عليها بونكيف. دونك اليوم باش نعملو مقرونه فل بالهبره داند. تشوفوا قديش الريسيت سهلة على الاخر وبنين على الاخر. اما في السكري شنو باش نعمل في السكري؟ السكري حاجه ياسر سامبل وياسر لذيذه جدا جدا جدا، خاطر ما عنديش نقول برشا حاجات هكا واعمل وكل. دونك باش نعملوا اليوم بات فيلو غولي حاجه تعمل 66 كيف. مرحبا بكم في شهوه رمضان. هاد كيف العاده نبداو بالشهوه نتاعنا المالحه اللي باش نحطوها في شقان الفطر. مش كان في شقان الفطر على خاطر فما زيدة عباد اخرين اللي مبعد في السهريه يشتاكي بشكل حاجه مالحه والكل. دونك باش نعملوا اليوم مقرونه مشخشخه، وين ريحه المقرونه تبدا تدور في الكوجينه والصوص هكايا وتبدا تبقبق من ابن حاجات هي والميلونج نتاع ريحه البريك والسوب والشوربه، شوربه فريك لازمها تكون هذايا بالحق، ميلونج نتاع هكا دي سافور يذكرني في سيدي رمضان. دونك كل ما نشمه بالحق يذكرني في سيدي رمضان. دونك اول حاجه باش نعملوها هوني في المقرونه نتاعنا باش نفوحوا اللحم. واليوم اخترت باش نعمل المقرونه نتاعي بالهبره داند نتاع المزرعه، طريفات باهين اول حاجه ما فيهاش برشا كوليسترول، وثاني حاجه مرفق في السوق. دونك على هذيك اليوم اخترت باش نعمل بالهبره نتاع الداند. هوني عندي طريفات يعملوا الكيف، باش ناخذ اربع طريفات باش نفوحهم قبل ما نعمل الصوص نتاعي، على خاطر اللحم كل ما يقعد في اللفاح كل ما خير والكلفحات الكل تدخل في وسطه ويعطينا تكستور هبال. باهي يا سيدك يا بن سيدك، باش نفوحو توا شويه هريسه نحطو معاه الثوم. اليوم الكركم اخترته من الماركه نتاع بيت المونة اللي هي تعمل حاجات هوميد، حاجات ارتيزانال من لفاحات للنجاره البنزرتيه نواصر الملوخيه زاده. اليوم باش نستعملوا الكركم نتاع بيت المونة وراس الحانوت باش نفوحوا به اللحم الهبره نتاعنا. دونك هوني باش ناخذ نحلوه حتى في الحلين نتاعو ماهوش صعيب، نحط مغيرفه وريحته فاوحه. شو هو سر المقرونه المشخشخه بتاعنا ذيك العربي؟ اربع حاجات ولا ثلاث حاجات؟ ثلاث حاجات. دونك عندك انفس اللي هو لو بوكو دامور، عندك لفاحات بيان سور، الثوم والرند، هذوما حاجات اللي بالرسمي يبدلوا كومبليتمون. اما باغ كونتر ساعات يبداو نفس اللفاحات ونفس كل شيء اما ما يجيوش الماكلات ما يجيوش المقرونه كيف كيف وفرد جو. علاش؟ زادا النفس عنده دور كبير كبير كبير، عملت لكم قصه كبيره على النفس. دونك هنايا باش نفوحوا زادا حطينا شويه راس حانوت فيه لفاحات الكل امور مريقله، باش نزيدوا شويه زيت ونخلط خلط خلط، باش نزيد جوست شويه فلفل احمر هكا هاو باش تجي موزوزه وكل. انا حطيت لها محاله الهريسه. والحاجه الباهيه الاخرى زيده لازمني نقولكم عليها اللي الداند اول حاجه مرفق وثاني حاجه راعي في الكليل والدنيا، دونك حتى اللحمه كي تاخذوها تبدا فيوحه وبنينه. تكملوا لها لفحات نتاع الدار دي قد قد بي. دونك تويكا هذوما باش نخليوهم في الفريجيدير يشربوا كالماغيناد هذيك بالكدي بالكدي ونتعداو نعملوا الصوص. ادوت اي سيدي باش نعملوا المقرونه على الطريقه الزمنيه، بيان سور باش نزيد فيها حاجات هكا الكل هذيك، سينو ما نسميش انا منال تنويشه، سينو باش نعملوا روسيت هايله. بي هنايا باش نجي وباش نحط الويل دو تورنسول. كيف قلت لكم الويل دو تورنسول اللي هي عبيد الشمس، علاش نستعملها؟ على خاطر ما تعطيش اغيير جو في الماكله وكل شيء. دونك انتوما تنجموا تقسموا بيسكو انا حطيت في الاخرى زيت زيتونه وهذايا للتطيب، وديما يقول لك راهو زيت زيتونه ما نطيبوش بيه معناتها خاطر يتحرق وكل شيء. دونك هاو كنحطوا شويه زيت زيتونه ونحطوا الزيت نتاع عبيد الشمس هذايا نتاع جديده نطيبوا بيه. بي دونك حطينا كونتيتي باهيه، راهو شفت المقرونه لازمها تجي ميدوم. علاش؟ على خاطر لابارتي الفوقانيه هذيك هي اللي باش تزيد تبنن لنا الصوص نتاعنا بالكدا. دونك هوني حطيت مقدار كيك شطر كيس، وهوني عندنا السحري
هذا راهو يبدل الدنيا الكل. باش نجي عندي زوز قرون فلفل شايح باش نجي وباش نقليهم في وسط الزيت اللي عملناه. قلت لكم على الطريقه الزمنيه. وعندي هوني اكا الفلفل زاده، اما هذا حار دونك ردوا بالكم. هذا تلقاوه راهو عند البيع الفحات والكل موجود عنده. خلي تجي الموزوزه نزيدو نرميوه او باش يبدا يتقلى ونبداو نحطو في لي زانغريديون تاعنا. سهل برشا راهو لي زانغريديون، مانيش نحطو برشا حاجات. الثوم باش يتحط من بعد، اما باش نحط من الاول شويه والكل. وانا اون بلوس حطيت الماريناد نتاع الحمام تاعنا. وهوني عندي طماطم معجونه باش ناخذو مقدار 3 مغارف كبار. راهو الطماطم برشا لازمها موجوده في المقرونه التونسيه، المقرونه العربيه هذيك وكل بالهبره. رائحه فواحه جدا. قاعد يتقلك الفلفل نتاعنا ويصيب في المطعم البنين. هوني انا باش نزيدو مغرفه كبيره هريسه عربي. باش نحيه تويكا سينو يتحرق لنا. نزيدوه من بعد فوالا. اما سيب مطعمه وسيب ريحته ياسر فيوحه هكا ولا وليد. توا الحاجه الثانيه باش نزيدو نحطو 3 مغارف طماطم معجونه. ونقليوها فك الزيت. في الليتاب هذيا انا توا باش نحط، باش نزيدو نحط راس حانوت مقدار مغرفه صغيره. نحط راس حانوت، فلفل مهروش، انواع الفلفل الكل باش نحطهم فوالا. كها وشويه ثوم وخلط خلط خلط. روائح متكم ولا نشهيكم. اكل الحيمات نتاعنا ونحطوهم يتقليو. بعد بيان سور هذا الكل باش نحط فيه شويه ماء سخون ونزيدو في وسط البريباراسيون. هوني انا باش نزيد اللي قليناه قبيله، الفلفل الشايح. شقعد توا كان الماء، نقليو شويه الدنيا الكل ونحطو الماء وكهو. راهي مكلتنا التونسيه سهله ماشي صعيبه. علاش؟ على خاطر كيف باش تعمل، ما نعرفش انا مثلا باش تعمل لازانيا، هاو طيب صوص نورمال، طيب صوص بشاميل، هاو اصمت شويه لازانيا، هاو من بعد حط في الفور، هاو استنيها في الفور، دونك تشد برشا وقت. هذيا تك 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 كل شيء نخلطوه مع بعضه ومن بعد نسطو المقرونه وجينا حاجه ياسر بنينه. مكلتنا وحدها في اللفاح في التطيب في الدنيا الكل. هي توا نمرقو ونخليوها تطيب. الماء سخون، الصوص هذيا ما ننساوهيش كالماريناد باش نحطوها في وسط الصوص. توا نخليوها تطيب. نجمو نحطو لها حمص، اما لازمو شطر تطيب على خاطر الحمام تاعنا فيسع فيسع يطيب. هو المهم تاعنا شنو؟ كيما عودنيكم لازمنا نسهلو لكم الطريقه ونسهلو لكم الكوجينه ونعطيكم افكار نتاع مكونات وديغوسات ساهلين. توا نخليوها تطيب ونرجعو لها شويه اخر. الريحه فاوحه كيف العاده. دونك باش نحطو الملح في الماء قاعد يسخن. بيان سور كي نقولوا مقرونه بالهبره هكا ومشخشخه بالهكا عربي شنو معناها؟ معناها لازم مقرونه في النمرو 2 نتاع شكون؟ نتاع رندا. الماء نتاعي توا غلي فوالا. نجي ونحطو حطو كالمقرونه. وتوا انا ديما في الاخر بالكل نجي هنايا الريحه تشهي بنينه. نكمل هكا شويه الثوم اللي خليتهم فوالا.
هيك بدات تعقد، نخليوها تطيب سله سله ونزيدوا معاها. اما باش نغسلها في الغاز، علاش ديما انا راهو ربع ساعه الاخرانيه بالكل نقص في الغاز باش تقر زيتها، تقر زيتها اول حاجه. وقتاش؟ وقت اللي نجي نحط الرند ونحط الثوم، الكونتيتي الاخرى نتاع الثوم كي نطفي عليها نحط جرين فلفل. دونك مانيش نحط تويكا، جوست خلي تزيد تقر زيتها شويه ونحطوا لها قرن الفلفل، تشهي منظرها هايل. عاد فوتكم بالكلام، وزدت هكايا جاونا ضيف، كي جاونا ضيف زدت زوز طروف ولا ثلاثه طروف هكاكا باش ما نقعدوش في التسلل، خاطر كلموني قالوا لي باش نجي اما ما مش عارفين. توا قرت زيتها، دونك باش نطفي عليها وباش نزيدها جرين فلفل. خلينا ناخذ سكينه، سكينه باش نفوه. كيف ما قلت لكم الفلفل نحطوه وقت لي نطفيوه على الصوص، والصوص ديما في الاخر بالكل نعريو عليها، نحيو منها الخطا، خليوهاش بالخطا. مريقلين، فما شكون اللي يحب يحط فلفل اكحل، نجمو نزيدو رشه فلفل اكحل من فوق بالكل، بس تفوح لنا الريحه. دونك كما قلت لكم ديما في سيدي رمضان اونيفيت برشا ملح، برشا فلفل اكحل باش ما يقلقنيش في معدتنا، والملح باش يعطشنا. وشنو هو اخر؟ نعرفوا احنا ديما في السهريه في سيدي رمضان نحبوا حاجه حلوه وكل، اما هاوكا نستعملوا افيك موديراسيون، معناها اللي ذوق كعبه ما يكملش الثانيه، ولا مرات تسبب ولا فايده. وهذه المقرونه نتاعنا صفيناها. بربي باش نقول لكم حاجه، راهو تعملوها توينسه ظهرلي بدات تنحى هي لما حال العاده هذه، اما انا كمان نحب نقول لكم عليها. هي نعرف العاده هذه باش نقولها انا ما عادش تعملوها برشا عبيد وكل، اما ما نساش نقول لكم عليها، اللي هي كي نصمتوا المقرونه ونصفيوا المقرونه ما نشلوش المقرونه، راهو كي نشلوا المقرونه تولي باسله ما عادش تولي بنينه، دونك ما تشلوهاش. القواعد تقول اللي كي تجيبش تسقي المقرونه نتاعك تاخو شويه ماء خاطر فيها كالبنه وفيها كلاميدون وكل شيء، وتصبوا في وسط الصوص هذيك اللي هي عقادته كل باش تزيد تبنن المقرونه. واحنا شنعملو؟ نصطو في المقرونه ونزيدو نشلوها زيد. وهذه هي الصوص، حضرت البنه موجوده، الريحه بنينه تشهي. ونجي ونبدا نمرق بكاء الكوش الفوقانيه. الله الله، وهذا المطلوب. انا الحقيقه باش نقول لكم حاجتين، الحاجه الاولانيه اللي انا ممنوع ناكل مقرونه بيته، ما نجمش، لازم المقرونه بالوقت ناكلها سينو اندوين، دونك لازم نحط فيسه فيسه كي نحط الدنيا الكل، السلطه والطاوله وكل شيء، واخر حاجه هي نصمت المقرونه باش نحطها في الاخر بالكل. الحقيقه ديما نحب المقرونه تكون بالصوص نتاعها غارقه ومازالت كي خرجناها. والحاجه الثانيه الريحه ياسر فاوحه وياسر بنينه، وحطينا فيها المكونات الكل، اشي هبره دانت، اشي ليزيبيس هذوما اللي استعملناهم اليوم نتاع بيت المونه، اشي شويه بوكو دامور من عند تنويشه، ولا عنا مقرونه هايله. بيان سور ما ننساوش المقرونه نتاع رنده، مالا شنو، وقرن الفلفل اللي حطيناه من الاول بالكل. واو، فوالا، حسيلو انا هاني باش نحط شويه حبق في الوسط، وانتوما نعرفكم باش تزينوا كيما انتوما تحبوا هكا ولا، اما انا الحقيقه باش نزيد رشه الفرماج، هذايا غابي سبيسيال بات نتاع بريزيدون، دونك مش ناكلو مقرونه من غير فرماج الحقيقه، انا وحده من الناس ما نجمش. رشه ما نغطيوش الزين هذا الكل ونحطوه في الجناب باش اللي يهز معاه شويه فرماج. ماما ميا، اما الحقيقة المقرونة هذه مش نتاع ماما ميا، نتاع هذا المطلوب. ماما ميا تحسها طليانية وتحسها مش تونسية مشخشخة بالصوص وكل،
أما هذي على طريقتنا احنا الكسوس تستيب سلة سلة ومعها الفخوماج. اسمع انا روز ينت هك على طريقتي وبعد انتم عاد عينكم ميزينكم. جونا به به الحبق الفخوماج وما ننساوش بيان سور الهبرة الداند متاع المزرعة اللي هو بنين صحي ومرفق. نتعدي وتوا للحاجة الحلوة والشهيوة الحلوة، واليوم شهيوتنا باش تكون حاجة ترند على ريزو سوسيو فيسبوك وتيك توك والانستغرام الكلهم يحكيوا عليها. قلت لازمني نجربها معاكم اليوم وكاني ناجحه نستعملوها الكل مع بعضنا، سورتو كي نبداو هكا شاهين حاجه حلوه مع قهوه السهريه والكل ومعنيش نقعد برشا في الكوجينه. دونك نعملوا الريسيت هذه سهله برشا. حاجتنا بات فيلو، شويه فخوي ساك، شويه شاميه، شويه جديده، شويه شحور، وكهو تكون عندنا الريسيت نتاعنا حاضره. دونك اول حاجه باش نستغل انا الفرصه باش نوريكم اليوم كيفاش نعملوا الشحور. الشحور وما ادراك ما الشحور، على خاطر عندنا مشكله في الشحور. دونك المشكله في الشحور ديما ما نعرفوش كيفاش نعمل الشحور هذا والشحور هذا والشحور هذا. جينيرالمون الحلويات اسمه التركيه، دونك الحلويات التركيه ما يعملوش الشحور اللي ياسر عاقد في الحلويات نتاعهم. وهذه الحقيقه كي شفت التكستور نتاعها حسيتها ياسر ليكيد، ماهوش كالشحور العاقد اللي كيما احنا نعملوه نتاع البقلاوه. دونك قلت اليوم خليني نوريكم كيفاش نعملوا الشحور. وشحوري انا ساهل برشا، كيلتين سكر عليهم كيلة ماء ومن بعد تعمل بالقارص، تنجم حتى تنكهو كان عندك زهر، كان عندك شنو اخر عطرشية، كان عندك ماء ورد هكا هاو. دونك لازم يبدا عندكم هذا باش نعملو فيه من بعد الفيلو نتاعنا الغولي. هات نبداو توا في الشحور نتاعنا، كيما قلت لكم ساهل برشا، جوست خليني نجيب الكيلة اللي هي الصحفة هذية باش نكيل بها. دونك كيلتين سكر عليهم كيلة ماء. نجي هوني ناخذ الكيلتين نتاعي، وكان تحبوا حتى تنجموا حتى تعملوا بزيت. علاش؟ على خاطر جينيرالمون نستحقوا لهم توا، سورتو عندنا برشا حاجات معناها نحبوا هكا كل مره نودوا ريحتنا هكايا بحاجه حلوه في السهريه. هذه الاولى وهذه الثانيه، باش نزيد نحط عليهم كيلة ماء. وكما قلت لكم باش ننكه، دونك باش نحط شويه هنايا عطرشيه في الاخر، بالكل نزيد العطرشيه ونزيد القارص ونحط فوق النار. الشحور نتاعنا خليناه يطيب على روحه. توا باش ناخذ شويه من جديده، وهوني باش نستعمل جديده كلاسيك الصفرة. دونك باش ناخذ منها مقدار 40 غرام كيكه، عندنا مقدار 20 غرام مغفه كبيره باش نذوبها ونرجع لكم. ذوبنا الجديده، كل شيء عندنا حاضر، عندنا شويه فخوي ساك وكل. دونك توا باش ناخذوا البات فيلو نتاعنا اللي تلقاوها حاضره وليت معناها تتباع. دونك البات فيلو نتاعنا هذيك شنو باش نعملوا لها؟ ركزوا معايا توا بالكدي 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 بالكدي. وكيف العاده باش نكتبوا لكم لي زانغريديون بحذايا على السهل. باش ناخذ هذيا ونبدا هكايا ونبدا هكا 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 حتى لين نعمل غلو. فوالا وهذا المطلوب. قصوهم دي غونديل ونحطوهم في المول نتاع الكب كيك كيما هما. فوالا نجي هنايا ونحطها هكا. خذيت المشرفه يا اخي مش باهيه، دونك باش نبدلو السكينه باش نحاول نستعمل هذه. لازم سكينه ماضيه باش منظرها يجي مزيان. فوالا هذا المطلوب. دونك عندنا هذوما، انا باش نعمل 6 كعبيت. دونك البقيه باش نخبيه في الفريجيدير كي نشتها مره اخرى نعاود كيف نطيب مره اخرى. فوالا دونك توا باش نجي ناخذ كالجديده اللي ذوبناها. دونك نبداو نحطو فوق البات فيلو. انا ظهرت لي ياسر ساهله، اون بلوس تتعمل فيسع فيسع الحقيقه. ما هاكم شفتوا لا غوسيت قداش سهله، لازم نغرقوها نغرقوها بالكدي باش تجينا غارقه في الوجه. توا ديريكسيون فور باش نحطوها على 180 درجه 10 دقائق كيكا ونتفقدوهم حتى لين يولي لونها دوغي ونخرجوها من الفور. اتول باهي يا سيدي. شنو عندنا؟ نحيتك الشحور نتاعي من النار، وتوا باش نزيدو عصيره قارص وعصيره قارص شنو اخر اي نسيت باش نزيدو العطر شيه
فوالا هذيك علاش العطرشية حطيتها في الاخر بالكل، باش يكون المطعم نتاعها وريحتها هكا اكسونتوي وتبدا فيوحه، مش تطيب في وسط الشحور والكل. جاوني شويه اكل البذور باش نخليه يعمل طبقبيقه صغيره ونحيه. وشحور نحضر، اي نمشيو نتفقدوا توا الغلو نتاع البات فيلو ونرجع لكم باش نبداو نعملوا التوبينغ. توا باش نعملوا، باش ناخذوا ونشحروا. شفتم كيفاش خرجوا؟ محمد قال لي كيما كعبيت الجناريه الفوم تاع الجناريه، وبالحق باش نعملوا لهم الشحور. باش نعمل هوني شويه شمايه من فوق، وبعد راه نزينوها كل قدير وقدر. دونك نحط شويه بيستاش كونكاسي اون بودغ بلوتو، و بيستاش كونكاسي هكا كعبيت شي زينو من فوق. جست انا نخلي فيهم توا باش يشربوا اكل الشحور هذاك. ما حطيتش برشا شحور خاطر باش نحطوا الشمايه، والشمايه حلوه. نقول لكم حاجة، مانيش نقول حاجة ياسر ياسر كبيرة هكا وكل، باش نقول حاجة بركة، هذا مطلوب. دسير يحضر فيسا هكا، عافيه الجو نتاع رمضان، فيه الفيكيا، فيه الباتفيلو اللي نشتهيوها برشا في سيدي رمضان، ساهل وما يشدش الوقت، دونك هذا المطلوب. هذه هي شهوتنا اليوم الحلوة، دونك جربوها، ابعثولي لي فوتو على باج فيسبوك ولا انستغرام، نستناكم. وكيتو بي وانا باش نقعد نستنى نحضر قهيوتي، بعد شقا نفطر ناخذ كعيبه ناخذ زوز زوز، ما نصورش لازمني كعبه بركه على خاطر لازمني نضعف. نعرف شو تقولوا لي، يا تنويشه يا تنويشه راك باش تسمنا في سيدي رمضان، او نعرف هكا كل مره انا نعطيكم شهيوات على خاطر نعرف اللي تحيروا شنو باش تطيبوا، نعرف اللي ديما تلوجوا على دباره، او كالشهيوات اللي انا نعملهم كل يوم نودكم بهم. متفاهمين؟ متفاهمين. وكالعادة المنيو متاعي شنو هو ناقصو اليوم؟ اخترت البوغا سيدر باللار، كويسة كيه، في شوية جلسون، فيه بنة، فيها كل جاز هكا والكل، باش يهضمنا المقرونة المشخشخة اللي احنا عملناها اليوم. حقا بيان سور كان جربتوا الروسيت، والا تحبوا تشوفوا التفاصيل الكل، والا فاتتكم الحلقة، ولا ما تخلطوش على الغديف، ومش تلقاوها مش تلقاوها على الشين يوتيوب تنويشة، والا نسمة كويزين، ابعثوا لي تصاور ونحب نشوف الحاجات نتاعكم والمقارن نتاعكم والبقلاوه هذيا كان جربتوها زيدا، ابعثوا لي على باج فيسبوك ولا انستغرام تنويشه. ان شاء الله عجبتكم الرسالة نتاع اليوم، ان شاء الله عجبتكم الحلقه نتاع اليوم، استنوني في حلقات اخرين وفي شهوات اخرين. نقول لكم شهيه طيبه، بوسكم برشا، تشاو.